المجزة من كاب 24. أهلا بكم. زار رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم السبت عددا من الدواوير المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 من شتنبر الشهري. وقام أخنوش بجولة تفقدية لعدد من الدواوير المتواجدة بإقليم الحوز، كما أنصت لساكنات هذه المناطق واعدا ببذل الحكومة لمجهودات كبيرة تنفيذا لتعليمات الملكية لإعادة أعمار وتأهيل هذه المناطق. أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش شخصاً يبلغ من العمر 32 سنة للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين. وحجزت عناصر الشرطة بفضل مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني التي رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للبيع منتجات صيدلية مهربة بهدف استعمالها في زيادة الوزن 13800 وحدة من الأدوية المهربة. كما أسفرت الأبحاث التقنية وتحرية الميدانية عن تحديد هوية المتورط في نشر هذه الإعلانات وتوقيفه بمدينة مراكش متلبسا بحيازة 11300 حقنة وقرص طبي مهرب. أصدر فصيل أولترا عسكري بلاغا يوضح فيه تفاصيل مقتل مشجع نادي الجيش الملكي الذي لقي خطفه متأثرا بمضاعفة إصابته على مستوى الرأس إثر ضربة بعصا تلقاها من أحد العناصر الأمنية بتونس. البلاغ أوضح أن الجماهير العسكرية التي تنقلت إلى مدينة سوسة لمساندة الجيش الملكي في مباراة أمام النجم الساحلي السبت الماضي عانت من المعاملة القمعية للسلطات التونسية التي تضمنت مضايقات واستفزازات ومحاولات لتلفيق تهم الاتجار بالمخدرات وترويجها هناك، وهي المعاملة التي اشتكت منها كروفاشي في تقرير التنقل الذي نشر على صفحة الفصيلين قبل يومين من وفاة المشجع عماد. انتشر على موقعي التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك هاشتاغ طبق الفيزا على فرنسا، على خلفية اكتشاف السلطات المغربية لصحفيين فرنسيين يشتغلان فوق تراب المملكة دون رخصة قبل أن تطردهما السلطات المختصة. وتداول نشطاء المغاربة هذا الهاشتاغ مع دعوات بفرض التأشيرة على الفرنسيين، خاصة أن علم هذا البلد هاجم اسم المملكة المغربية وجهودها في مواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة. ودعت منشورات نشطاء آخرين إلى الحذر من الأشخاص الذين ترسلهم باريز إلى الأراضي المغربية الذين أبانوا خلال فجعة الحوز عن نية سيئة تجاه رموز الوطن. نهاية الموجز إليكم.